الجزائرية اليوم من الإجراءات الأمنية في عدد من الأحياء بالعاصمة الجزائر والمدن مثل وهران في الغرب وعنابة شرقا لمنع تجدد الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت احتجاجا على موجة غلاء الأسعار. هذا وقد اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في جل المناطق واعتقلت عددا منهم، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن عن أعداد الجرحى والمصابين. ليست الساحة الجزائرية حديثة عهد بالاحتجاجات الشعبية، وها هو الشارع يفعل الأمر نفسه هذه الأيام. فبينما لم يطوي العام الجديد أسبوعه الأول حتى بلغ غضب الجزائريين شوارع عدد من مناطق البلاد ردا على تدابير حكومية قضت بزيادة مفاجئة وعالية في أسعار المواد الأساسية من طحين وسكر وخبز وزيت وغيرها، زيادة بلغت الضعف أحيانا، وزاد من وطأتها أن لم ترفقها الحكومة برفع الأجور والمعاشات المتدنية أصلا، ناهيك عن أنها جاءت بينما طوابير الشباب العاطلين عن العمل في ازدياد. أعنف تلك الاحتجاجات جرت ليلا في العاصمة الجزائر وشملت أحياء الزيتون وباب الواد وساحة الشهداء، حيث اشتبك المتظاهرون بالحجارة مع قوات الدرك التي ردت بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقد تخللت الاحتجاجات أعمال عنف لا سيما في حي الزيتون، حيث قطع شبان التيار الكهربائي وأضرب النار في إطارات مطاطية قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الوضع وتعتقل عددا من المحتجين. وفي حي عين مسعود ببلدية الشعيبة دائرة الإقلاع، وفي حي علي عماري بفوكة ولاية بازا، احتاجت السلطات إلى استخدام الجرافات لفتح بعض الطرق التي أغلقها المحتجون. وما لبثت الأحداث أن امتدت إلى خارج العاصمة، حيث كانت شوارع وهران في الغرب الجزائري مسرحا لاحتجاجات رافضة للزيادة في الأسعار، وما كان من قوات الأمن إلا أن طوقت شوارع المدينة بينما سارع التجار إلى إغلاق محلاتهم. وفي عناب شرقا استبقت السلطات تململ الشارع بتعزيزات أمنية كبيرة أحكمت قبضتها على مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية تحسبا لاندلاع مواجهات. وإذا كان انتقال الأحداث قد جرى سريعا وفيما يشبه العدوى بين المدن الجزائرية، فإن حديث البعض عن عدوى أخرى قادمة من تونس المجاورة قد لا يكون دقيقا، فالجزائريون ربما هم في غنى عن استلهام تجارب غيرهم، حتى وإن كان ما جرى ويجري في تونس يحفز على الجرأة والاحتجاج، إنما استنادا إلى أسباب حقيقية ومحلية، وهو ما يبدو متوفرا في الحالة الجزائرية من خلال قرار زيادة الأسعار.